السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندي توضيح بسيط فيما يخص الأرقام اللي تكلموا عنها الشباب مشكورين فيما يخص الأرقام الخلفية. طبعا كل اللي قالوا ما في عليه خلاف، بس عندي جزئية واحدة اللي هي الرقمين اللي على اليسار اللي هو المكبس. نعم هو صحيح المكبس. في يا أخوان لازم ان 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 يعني نميز بين المكبس والغالب. المكبس 26 هذا ممكن يكون حق 5.5، ممكن يكون حق 30 عيار 30، ممكن يكون 4.5، ممكن يكون حق 5.5، ممكن يكون 5.51، 5.50، ممكن مثل ما قلت لكم. الحين خلا بس اشرح طريقة مكاين شركة الجي اس بي. مكاينهم بالطريقة هذه، طبعا طولها تقريبا 3 امتار متر، وايد مكاينين بعض، يعني يمكن اللي شفته انا 10 او زود، بعد صايرين مثل مقسومين كذي. هذه الماكينة مثال حاطين عليها رقم 22، الماكينة هذه حاطين عليها رقم 23، خلينا نقول هذه ارقام، يعني كل اربعة رقم 24، وهذه 25. الحين هني اي رقم؟ 26 ما سجلنا. لنفرض خلينا نقول بدينا 24، خلينا نقول هذا 23، خلينا نقول هذا 4، خلينا نقول هذا 5، خلينا نقول هذا 26. نفس القوط اللي عندي 26 اخر رقم. تمام. الحين هذه ماكينه 23، ممكن اليوم هذا الرقم هذا 26، خلينا نقول هذا 26، ممكن يكبس 5.5، ممكن يكبس 4.5، ممكن يكبس 6، ممكن ما له شغل. اللي له شغل اللي هو الغالب. الغالب انت ما تقدر تعرف الغالب وين راح. الرقم هذا اللي اليوم طلع وياك الصجم هذا زين، ما تدري اليوم هني الاوردر اللي وراه، هني الاوردر اللي وراه رقم واحد، ماكينة رقم واحد، مكبس رقم واحد، رقم 6، رقم 7، رقم 8، ما تدري ما يقدر. حتى هو ما يقدر، لو تدز له الصجمة وتقول له انا ابي من 26، يقول لك اوكي راح اجيب لك 26، راح يجيك 26 بس راح يشيل اي قالب مو اللي انت تبيه ويحطه لك على ماكينه 26، يعني راح يزحلقك. والدليل على كلامي هذا فيديوهات من ايوه. تذكرون يا جماعة أنا إيش كثر كنت متابع الموضوع، قلت لكم راح أنزل صجم حق الفولكن خاص وكذي، اللي يذكر اللي متابعني وتوقفت عنه بسبب الرقم هذا، إنه ما يقدر يعطيني الرقم اللي أنا أبيه، هذا رقم المكبس. والشباب يوم تكلموا مو غلطانين، أنا موضوع هذا تكلمت فيه من قبل وقلته نفس الطريقة، وقلته بطريقة نفس اللي قالوه، بس بما أن نعاد حبيت أنا يعني أعيد الموضوع أساس شنو؟ لا يروح الواحد كل سنة أو كل أوردر عند محلات يروح يفوق الديرة كلها يدور رقم هذا، وفي أوردرات مختلفين هم، يعني نفس 2017 ممكن يجيك أنت أوردر ويجي حق شخص ثاني بنفس البلد أوردر. إحنا الكويت صغيرة، خلينا نقول في السعودية 2017 ممكن يطلعون 4 أوردرات 5 أوردرات مثال، كل واحد أوكي يجيله 26 2017، بس ممكن انت يجيك 26 وهذا يجي له 26 وهذا يجي له 26، بس القالب مختلف، القالب اللي ركب على الكباسة رقمها 26 اللي كبست الصجمة، وتدش وتخسر فلوسك ويطلع الصجم مو هو، وتدش بحيرة بندقيتي مو دقيقة، بندقيتي ما شنو ما راح. اذا تبي تعرف يعني مثلا اليوم انا جيت لقيت بمحل المحل جزر القمر مثلا، ما في محل جزر القمر رقم 26 وعجبني، اجي له يوم الثاني خلاص اشوف الكميه اللي عنده 26 ولا حول ولا قوه احاول اخذها منه، مش هذا اللي ماشي وياك، لان تكون من نفس الاوردر من نفس المكبس من نفس اللحظه. اذا صار اوردر كبير يعني مثل اوردرات، احنا كنا ناخذ اوردرات على 300 و400 كرتون جي اس بي، ما راح يشتغل لي بس في مكبس واحد، لا راح يركب 5.5 صيني 5.5 صيني 5.5 صيني ويشغل يمكن 3 4 مكاين عشان يعطيني الاوردر مالي بسرعة، فراح تصير قوالب مختلفة. هو ليش عنده قوالب مختلفة؟ لان في بنادق وايد عنده وايد انواع،
فهو عنده معيار، معيار والله انا مثلا عندي معيار والله على الخمسين متر اي سطح انا اسوي قالب، ادق القالب اسويه اعطيه حق اللي 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 يرمي طلع اقل من نص انش مثلا خلاص هذا معتمد، هذا زين ما عندي مشكله فيه. شوفوا يا جماعه هني بايوه اللي قبل رايح حق على نفس الموضوع، طبعا هذا الفيديو المفروض ينزل بس ما نزلته، ما ادري منو شرب شاي وحط السخان قدامي او انا ما ادري انه في سخان والفيديو شكله مو حلو قلاصات وما شنو. شوفوا هني شنو جايب له، لاحظ شوف شنو بطلع من جعبتي، شوف طلعت المنظار ومطلع وجايب نفس طريقه اللي احنا نبي المكبس، هذا على حد علمي هني للحين، هذا حد علمي انا ماشي. اخر شيء اتضح يبا انه والله هو ما راح يقدر، مال المصنع ما راح يقدر. شوف قاعد اتكلم هني ايش قال لي ادوارد، قال لي انا اطلبه هالشيء هذا وهو يوعدني، ولما يجي الاوردر ما يجي هو نفسه، هذا بنفس اليوم بنفس اليوم بنفس المعرض. هني انا مع بافل على نفس الموضوع، قال لي ما اقدر، قال لي ما ادري انت اوكي انا رايح له ابي، شوف عندي قواطي ورايح له هم نفس الشيء اكياس وكل شيء، مثلا ابي 22 انا يعني. شوف الحين سبحان الله القوطي هذا 26 هذا كان ماشي ويا بنادقي 100%، بس سويت انا يوم حصلته ولقيته ماشي رحت شريت كرتونين للحين هم عندي، بس ما لي حل، ما لي حل الا كذي يوم فهمت السالفه، لانه ما لي حل ما راح الحين لو القى 26 باي محل ممكن اطالع الصجمه ممكن اعرف اللي بندقيته شنو تبي، بس مو شرط انه يكون هو. شوف نفس الشيء انا ما جايب له صجم جايب له، شوف قاعد اوري وقاعد كل شيء ما راح يقدر، ما راح يقدر. انا ليش احط الفيديو هذا اساس اقول لك اني انا متابع الموضوع، لاني يعني انا كنت يعني خذيت اللوجو مال الفولكن خذيته عالميا يعني ما حد يقدر يبيعه، واذا اللي بيبيعه يشتري مني يعني كانت صفقه جباره بالنسبه لي، بس يوم شفت انه ما يقدر يعطيني اللي انا ابيه خلاص راح الموضوع، لان كعلامه الجي اس بي راح يكون اشهر مني، يبي لي وقت انا اعلم. بس انا لما اجيب على لوجو معين واجيب اللي البنادق اللي انا قاعد او السبطانات اللي يشتغل عليها مثلا ايرجن تكنولوجي واجيب له صجم صح عليه واكب على سبطاناته انا هني افوز، على الاقل راح افوز حق استخدام اللي يستخدمون الفولكن وهم مو قله طبعا بالالاف. هذا الموضوع الشباب ما غلطوا، واحنا قبل انا قلت لكم للامانه انا تكلمت بنفس الموضوع وهذه كانت فكرتي، بس ل 2018 2019 يوم شفت الموضوع انعاد هني بالضمير حتم علي اني انا لازم اطلع اتكلم اساس لا تروح تشتري كل سنه تروح تشتري او كل اوردر او تروح تلف المحلات عشان تدور رقم هذا، سواء كان 2019 2017 2018 2018 وتخسر فلوسك وهذا والصجمة ما تكون هي اللي تبيها. فالموضوع هذا جدا يعني متشابك، ما تقدر الا انت تحفظ، انت تحفظ بندقيتك نوع قصة الراس تنورة شنو ضعيفة متينة صجم غويط صجم راد، هذه الاشياء لازم انت تعرفها لازم تبحث عنها. حل ثاني ما في، حل ثاني ما في، غسلوا ايدكم كذا بديتول ما في حل ثاني، بس هذا اللي حبيت انا اوصله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.